شكل استغلال الأطفال تجاريا وفكريا وجنسيا من قبل ذويهم من مواقع التواصل الاجتماعي نسبة 6% بألف 800 بلاغ من أصل 30,000 بلاغ وردت لخط مساندة الطفل في عام 2017، وذلك حسب ما ذكره مدير عام خط مساندة الطفل في برنامج الأمان الأسري الأستاذة تهاني المجحد خلال الملتقى الأول لحماية الأطفال من الاستغلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المؤتمر الذي عقد في الرياض. أوضحت المجحد لمكة أن الملتقى جاء بعد رصد بلاغات متكررة لاستغلال الأطفال، مثمنة المشاركة الفعالة للنيابة العامة وجهات أخرى ذات علاقة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم وهيئة حقوق الإنسان. معي في الاستوديو الدكتور ماجد العيسى الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني. حياك الله دكتور ماجد، يعطيكم العافية. الله يحييك ويبارك فيك وشكرا على الاستضافة. الله يحييكم. بس الرقم اللي حنا قاعدين نتكلم عنه مخيف. نعم. وهذا الرقم اللي انتم وصلتوا له. نعم. بس في أرقام احنا ما ندري عنها. نعم، أو بالأصح هذا الرقم اللي وصل لنا، لكن في أرقام كثيرة لم تتصل. أيوة. على الرقم خط المساعدة 116-111 لا زالت بعض القضايا مخفية ولم تصل إلى يعني إلى السلطات باتخاذ إجراءات بشأنها. طيب أنتوا رقمكم 116-111. نعم. حطوا يا شباب رقم الأمان الأسري عشان بس الناس لما في طفل يحتاج. نعم. يجيكم. الأهل يستغلون أولادهم؟ نعم يظهر. إيه نعم، يعني تظهر أو أغلب الاستخدام الإنترنت الآن. أيه. والمملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم كما تعلمون استخدام الإنترنت، وأكثر شيء في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بنتحدث عن الآباء والأمهات، في معظم الأحيان استغلال أو استخدام الأطفال هو ربما يكون بحسن النية ولكن له آثار سلبية على الطفل. تظهر مقاطع وكلنا نطلع ونتصل لنا السوشيال ميديا، حتى ربما لو ما دخلنا لها هي تصل لنا هذه المقاطع، ويظهر فيها أطفال يتم استخدامهم من قبل أمهاتهم أو آبائهم، لكون الآباء أو الأمهات من مشاهير السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمون في الترويج لسلع معينة، للتسوق، بمقاطع ربما يظهر الأطفال فيها بصورة بريئة، ولكن الشهرة اللي يصل لها الأطفال في وقت قصير تكون لها تبعات سلبية على الطفل نفسه. أعطينا يعني السلبيات. أنا أشوف فيه أنه ممكن تكون جنسيا الاستخدامات اللي ممكن تكون سيئة على الطفل هذا أنه تكون أحيانا جنسيا من أقرباء له. نعم، هذه يعني الجانب الآخر، يعني الجانب الآخر أنه قد تظهر بعض المقاطع يكون فيها تحرش أو بعض المقاطع تكون خادشة للذوق العام. وتظهر يعني تسجل هذه المقاطع بمقاطع فيديو ثم تنتشر هذه المقاطع بحسنية أو بسوءنية، تنتشر في الانترنت ثم يتم تداولها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه يعني بحد ذاتها مسيئة للطفل ولأسرته، ويتم يعني اشتهار الطفل بصورة سلبية. لكن اللي حبينا نركز عليها الاستغلال التجاري، لأن البعض لا يرى فيه إشكالية. يعني لما سوينا استفتاء وفي تويتر وجدنا أنه من خلال 16,000 مشارك، ثلث المشاركين لا يرى أنه استخدام الطفل في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج التجاري، لاستخدامه في الدعاية والإعلان، لا يرى فيه إشكالية، لا يرى فيه يعني ضرر على الطفل نفسه. لكن التبعات، المختصين في المجال التربوي والنفسي والاجتماعي يرون الشهرة في زمن قصير بدون جهد أو يعني وفي عمر صغير لها أضرار سلبية، خاصة أنه معظمهم في فترة المراهقة. خلينا نقول للأسر أنه يعني اللي تبحث عن شهرة أبنائها، خلوا عيالكم يعيشون طبيعي. نعم. خلوا عيالكم يعيشون طبيعي مبدئيا في أول حياتهم، لأن الطفل لما يكون مشهور في عمر صغير هذا راح ممكن يجي ارتداده صعب جدا لما يكبر. صحيح 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 جدا. صحيح نعم. طيب والأب ولا الأم اللي يقول لك أنه وناسة وسعة صدر والناس أعجبهم ولدي، وش يسوي؟ وش تبين يسوي؟ ما أنا مبسوطة على هالجو. هذا يعني الآباء والأمهات مبسوطين على الجو هذا لأنه يشعرهم بالشهرة. إيه؟ والبعض يعني خلنا نكون واقعيين، يعني حنا نعيش في المجتمع هذا، البعض يدر أرباح وفيرة من هذا المجال،
واستخدام الأطفال وظهورهم بعض يعني زادت أرباحها بشكل فيعني صار يسحب عياله في كل مكان. نعم وكل نعم إعلان عياله معه وهذا الطفل الجميل وهذا الطفل الوسيء والأطفال يظهرون معه. وبينما بالجانب الآخر الدعايات والإعلان كلها تشتغل ويكون فيها قلنا هالكلام مشكلتنا يعني في شغلنا إذا قلنا هالكلام قالوا وتحسدونهم. نعم بينما أنتوا الآن الأمان الأسري تقولون إنه هذه كارثة. نعم صحيح يعني حنا نشوف إنه لها آثار سلبية كثيرة وحنا في البداية يعني حنا الآن لمسنا المشكلة من البداية وقلنا خلنا نشوف لها يعني نناقشها. أنا متأكد إن الرقم هذا 1800 بلاغ. نعم وعندكم 30,000 بلاغ ورد لكم. نعم أعتقد إنها يعني إذا 300,000 إلى مليون ممكن. نعم. تكون ليش؟ لأنه أنتوا أصلاً يعني مو بشغلكم إنكم أنتوا تكونوا تشتغلون إعلامياً. نعم. هذا مو بشغلكم. نعم. يعني شغل جهات أخرى. لكن تخيل إنه أنتوا لو كان عندكم عمل إعلامي كبير جداً ونطاقه. نعم. واسع جداً شوف البلاغات اللي تبيجيكم. نعم. إذا هذا البلاغات الآن بهذا الرقم المخيف. نعم هذا أنا هيك هذا يعني الرقم يعني متاح لأي مشكلة للطفولة لكن لو كان فيه وعي برقم مخصص من جهات أمنية أو جهات اجتماعية رقم مخصص لمشاكل الطفولة أو مشاكل اللي تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت صدقني الأرقام راح تكون أكبر بشكل كثير. لكن الآن ما فيه القنوات الكافية للناس أنها تصل فما تعرف وين. هل التعليم له دخل ومسؤولية حول هذه الظاهرة؟ مش تحملون التعليم مسؤولية؟ التعليم مسؤوليته هو يعني الجانب الوقائي. الطفل يقضي معظم الجانب النشط من يومه في المدرسة. يجي الآن نتكلم بواقعية يجي الطفل تعبان ينام يمكن يحل الواجب الوقت اللي يقضيه مع الأهل وقت محدود. فجانب التوعية في المدرسة لابد أن يكون مركز وتوعية نوعية يعني ما هي مجرد برامج متكررة. لا لما نلمس ظاهرة أو مشكلة جديدة لابد أن تبنى البرامج. يجب أن تغذى المناهج. نعم. بشكل أو بآخر لأن نعلم الطلاب. نعم. لأنه كثير من التحرش يكون في وقت الدراسة. نعم. يعني في أتكلم سنين دراسة الطالب. صحيح. في المدرسة. صحيح. يعني هنا أنا وش أقولك تسوي إذا حد تعرض لك. نعم. صح؟ نعم. وهذه يعني أحد القنوات اللي ممكن يتكلم معها الطفل سواء المعلم أو المرشد الطلابي أو إدارة المدرسة. وهذه يعني ممكن الاستفادة منها إذا كان يعني ما هو كل الأسر يعني ممكن أن الطفل يتحدث مع أمه أو أبيه. صحيح. فهذه قناة أخرى. طيب أنا معي خالد الفاخري الدكتور خالد الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. حياك الله دكتور خالد. يا هلا والله وسهلا فيك مساك الله بالخير بضيفك. يعطيك العافية. الإحصائيات اللي عندكم عن استغلال الأطفال تقدر تعطيني إياها؟ وطبعا الإحصائيات بناء على ما يرد الجمعية. أي. من القضايا وما يتم رصده عن حالات تجاوزات للأطفال سواء في الاستغلال الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي أو من داخل نطاق محيط الأسرة. إيش الاستغلال اللي ممكن يتعرض له الطفل واللي أنتم تحاربونه في الجمعية؟ طبعا كثير أنواع الاستغلال وصوره ومن ضمنها اللي انتشر الفترة الأخيرة. أي. استخدام الأطفال كأداة لتسويق التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الأطفال كأداة للفكاهة أو يعني استقبال عدد من المشاهدين في مواقف مضحكة للطفل في سلوكيات غير مرغوبة وغير مطلوبة أن يقوم فيها ولي الأمر. مثل هالأفعال نظام حماية الطفل وقفله بالمرصاد وقد يتفاجأ ولي الأمر يسحب طفله من عنده ومعاقبته وفق ما نص عليه. طيب. النظام لأنه النظام حط الطفل خط أحمر لا يمكن تجاوزه. طيب في آباء الآن احنا نعرفهم وانتوا تعرفونهم موجودين ما ظهروا والناس عرفوهم إلا بعيالهم، انتوا كجمعية وش ممكن تسوون لهؤلاء الآباء؟ طبعا مثل هالصور هذه صور لجرائم وقعت ضد الطفل. ايه؟ ايش اللي يصير انه يستدعى الاب عن طريق الجهه المعنيه بتنفيذ نظام حمايه الطفل اللي وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. ايه؟ واخذ التعهدات عليه في يعني رعايه الطفل واحترام حقوقه وعدم الاعتداء عليها، واذا تكرر قد يتفاجأ انه يؤخذ الطفل ووضعه في مكان امن يؤدي الى تقويم سلوكه و إعادته إلى طريق. دكتور خالد هذا الكلام مرة جميل بس أنه إحنا نعرف الآن أطفال أعطيك إياهم بالأسماء أطفال آبائهم قاعدين يستغلونهم تجاريا ويستغلونهم في مواقع التواصل ما في شك. أي. لأنه مصدر المشكلة والمصدر إحنا في نظرنا تحقيقيين متعرض للإيذاء. أي. هو مستمتع بهالفعل وبالتالي هناك إشكالية لأنه دائما في حالات الطبيعية
مشاكل العنف الأسري أنه في مبادرة من المتضرر للتبليغ. بمثل حال هذه الحالات المتضرر مستمتع بالمشكلة، وبالتالي الرصد هو المعيار الأساسي في البحث عن الحالات والوصول لأصحابها ومساءلة من قام بها الفعل. أنت تلاحظ أنه مثلا السلوكيات ما يساءل الطفل ولا يعني لا ما فيها إساءة صح، ولا يتعرض لأي أثر لهالفعل اللي يساءل ولي الأمر، وبالتالي يكتشف بعد الوصول للمشكلة أنه هناك أصلا مشكلة داخل محيط الأسرة بين الأب والأم والضحية فيها الطفل. أخيرا أنه ولي الأمر يحاسب بتطبيق النظام ويحال النيابة العامة، وصرحت النيابة العامة قبل فترة بأنه مثل هالأفعال اللي فيها استغلال الأطفال اللي تعتبر جرائم، ونفس نظام حماية الطفل صراحة أنه استغلال الطفل تجاريا هذه جريمة يعاقب عليها، وقد يعني يصدر أحكام ضد ولي الأمر بالسجن والغرام. طيب أكثر مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتم استغلال الأطفال من خلالها، تشوف السناب شات أو اليوتيوب أو تويتر؟ لا لا أكيد السناب شات ما في شك، خاصة صحيح. أنه ثورة الناس على السناب شات واستغلوا استغلال سلبي. أنا شاكر لكم مقدر الدكتور خالد الفاخري، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أرجع لك دكتور ماجد العيسى، يقول لك الآن أنه سناب شات هو اللي الآن مسيطر، واللي فيه آباء قاعدين يستغلون عيالهم. بس الكلام اللي يقولونه كلام جيد، لكن إحنا نبي نشوف ردة فعل. نعم، هي ردة الفعل أول شيء لابد أنك توجه المسؤولين والرأي العام، لأنه هذه مشكلة. البعض يعني مثل ما ذكرتك، البعض يرى ان الموضوع عادي، ترى الى فتره بسيطه كنا نستمتع بمشاهده هذه المقاطع ونرى انه ما في غضاضه في الموضوع هذا، لكن الان لا، بدانا نلمس انه في اشكاليه. لا يعني في انظمه موجوده لحمايه الطفل، لكن لا تتعرض لهذا الموضوع، لا تتعرض، لا تعتبره يمكن لا يرقى انه يكون شيء يعاقب عليه او يحاسب عليه، كلها ربما تكون فيها اجتهادات يعني من بعض الجهات. ولذلك يعني احنا يمكن بالأمس كان عندنا ملتقى حماية الأطفال من الاستغلال التجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقة كان في تفاعل كبير من العديد من الجهات، يعني شاركوا النيابة العامة معانا، الأمن العام، هيئة الاتصالات تقنية المعلومات، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الشورى كذلك، الجميع الجهات، هذا مشاركة في الندوات بخلاف الحضور، فالجميع متفاعل مع القضية لأنها قضية نوعا ما جديدة على المجتمع، ولازال في كثير من الضبابية حولها. احنا مقبلين على إجازة، نعم، ووقت فراغ طويل جدا عند الصغار، بس انتم الآن لازم يكون لكم نشاط آخر. وين انتم رايحين في الإجازة هذه وما بعدها كأمان أسري؟ نعم، يعني يمكن اللي حنا نسعى له الآن في الفترة المقبلة اللي هي العمل مع الأهالي. الآن انتهت مرحلة المدرسة، الوقت الأكبر يقضى مع الأهل، فالأنشطة البديلة يعني الآن أصبحنا كبار وصغار نقضي معظم الوقت شئنا أو أبينا في العالم الافتراضي على الجوالات أو على الأجهزة. لابد أن الآن في فترة الإجازة في التغيير، خاصة الوقت يعني ربما يكون صيف، يكون في أنشطة خارجية، فقضاء وقت مختلف خارج العالم الافتراضي، ما يكون التعلق فقط بالإنترنت. هذا جانب. الجانب الآخر توعية الأهل، مهما حطينا قوانين، مهما ظهرنا في برامج، إذا الأب والأم ما هو متابع وما هو ملم بالتقنية وما يستشعر أهمية هذا الموضوع، كل الجهود هذه تروح هباء منثور. صحيح. دكتور ماجد العيسى، رئيس تنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك، يعطيكم العافية، والله يقويك. الله يسلمك. شكرا لك سيدي.